أهلا بكم، نواصل حلقتنا عن الأغنية الشعبية. تعددت عيوط الغابة في الأغاني الشعبية بكثرة واقترنت بالفرح وبالحزن وبالمرأة وبالصيادة أو بالرجال وكذلك بالحيوانات. لكن السؤال، لماذا ركزت أغاني العيطة على الغابة كمجال للاخضدار ومجال للتنزه، وكذلك باعتبارها مجالا للفرح وللحزن معا؟ ولماذا انتقلت إلى باقي العيوط، الشاوية، الحوز، عبدة، يعني منطقة الأطلس؟ ولماذا تغني بها وارتباطها بقصص الحب والغرام وبالمرأة؟ هذا ما سنحاول أن نتعرف عليه في هذه الحلقة من سلسلة تاريخ الأغنية الشعبية. تحضر الغابة في الأغاني الشعبية المغربية بكثرة، وهي موضوعة يتم تناولها بطرق مختلفة. يحضر فيها الصيادون والمرأة والمرح بشكل كبير. هي من طبيعة الحال من الغناء الحسناوي نسبة إلى منطقة بني حسان بالغرب، وتختص به فرق عبيدة الرما. وهذا النوع من الغناء ينشر البهجة والمرح ويدعو إلى الرقص الجماعي. قصائد هذا النوع من الغناء كانت دائما ملازمة لرحلات القنص والصيادين، لذلك نجدها غنية بأسماء الطيور والحيوانات والوحيش المتواجد بالغابة المغربية وعلى ضفاف الأنهار والبحيرات. دائما في هذا الغناء تتكرر هذه الدعوة: انت جيب 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 على الغابة. إن الغناء هنا يتم بالتناوب بين أفراد المجموعة، لذلك نجد هذه اللازمة تعاد في كل مرة، ومعناها باللغة العربية الفصيحة: يا أنت قل وقل وقل عن الغابة، فيرد عليهم من سيقع عليه الدور. على سبيل المثال، الغابة فيها بالريش، أي نوع من الطيور، وبالريش عنده بيضة في العش، كلها له الحنش وخلاه كيف العساوي الرامي. وهكذا يتم التناوب في الغناء بمثل هذا الكلام الظريف الذي يجعل القناصة والصيادين يمارسون هواياتهم في جو من المرح والفرح والحبور، مع استحضار دائم للمرأة، ولذلك تتردد لازمة من الغابة مقلقة. لا تبخلوا علينا بدعمكم لهذه القناة وباقتراحاتكم وكذلك بتعليقاتكم. مستمرون بحول الله، ابقوا معنا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.